نجم من نجوم النادي الافريقي واحد من اساطير نادي باب جديد اللاعب الدولي السابق فوزي رويسي. فوزي اهلا بك. مرحبا بك. مرحبا بك فوزي. دونك اكيد البارح نهار مش عادي في تاريخ احباء النادي الافريقي. 100 سنه ظهر لي مش بس الجمعيات في العالم العربي والافريقي وحتى في العالم عملوا 100 سنه فوزي هكا ولا؟ صحيح 100 سنه برشا. النادي الافريقي معناه من الجمعيات الكبيره برشا، من اقدم الانديه التونسيه، من اعرق الانديه التونسيه، واللي شفته البارح معناه من جماهير النادي الافريقي يزيد يرفع من قيمه النادي الافريقي ويرفع من قيمه شعب النادي الافريقي. فوزي ظهالي انت واحد من اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الافريقي، اكيد عندك مكانه كبيره بين جماهير النادي الافريقي. شنو لازم النادي الافريقي باش يرجع للليبوك اللي كنت فيها انت وقتها كان الفريق في الامجد نتاعه؟ الحمد لله انا سيفريمي انا واحد من اللاعبين الكبار، واحد خاطر فما برشا لاعبين كبار تعدوا على النادي الافريقي عبر الاجيال، فما برشا لاعبين خاطا وقدموا للنادي الافريقي، صحيح كنت واحد منهم والحمد لله هو يشرفني واني كنت معناها من اللاعبين اللي ساهم معناها في التتويجات نتاع النادي الافريقي وساهم شويه في المجد نتاع النادي الافريقي. الكلوب انا ديما اوبتيميست، راني انا راه الكلوب صحيح الوضعيه صعيبه وما تحولش معناها للفريق معناها باش يقدم معناها مردود طيب ونتائج معناها في مستوى جماهير النادي الافريقي، لكن اللي قدموا فيه الملاعبيه توا معناها راهو معناها مجهود كبير، تضحيات كبيره زاده من الملاعبيه من الاطار الفني، عملوا موسم متوسط قريب من الحسن، 6 نقاط تعبتنا شويه اللي نحاوهم لنا، يظهر لي عنا وليدات صغار معناها في المستوى، ان شاء الله ندعموهم سورتو دو افيك معناها 2-3 بون ريكروتمون دو كاليتي اللي اثروا الملاعبيه دوما، وعندنا زاد ملاعبيه اللي عندهم خبره اللي يلزم معناها يحطوا الخبره نتاعهم معناها في مصلحه الفريق وخاصه في تكوينك الشبان ويعطيهم الثقه باش معناها يولي معناها الكلوب تتقدم. مي اون ا بيزوان فريمون معناها 2-3-4 ريكروتمون دو غروند كاليتي على خاطر ماديا الكلوب باش ترجع ان شاء الله. ماديا ترجع، واذا ترجع ماديا راهو الكاليتي موجوده في الجروب اللي عندنا مع كيما قلت لك معناها 3-4 ملاعبيه باهين نجموا نعملوا فريق اللي يلعب على التتويجات وان شاء الله ربي معانا. فوزي نحن نعرف الحاجات اللي ما تحكيوش انا، اكيد عشت قبل دي مواقف صاروا لك مع حبايب النادي الافريقي يقعدوا في البال ما يتنحاوش، فماشي حاجه هكا نجموا نعرفوها؟ والله فما برشا حاجات، راهو جمهور الكلوب راهو كبير معناها من قبل وتوا زاد كبر اكثر، صاروا لي حاجات انا ما نلعبوا في الماتش فينال نتاع الشامبيونا مع ضد المرسى في المرسى، وانا شفت عبيد من جماهير النادي الافريقي وقتها اذا نربحوا المرسى نهزوا الشامبيونا بعد 10 سنين، نشوف كان في الدم انا اللي يضرب في راسه بكاسك اللي يضرب في راسه على الحيط اللي معناه يستناه في اللقب هذيك قعدت لي في مخي سيلمو قعدت لي في مخي ميم حتى في اللي شوفمون معناه كنت باهت وسارح لو كان ما جيش معناه خالد التويتي وقت عطاني كف وفيقني بس رجعت معناه فما حاجات هذوما معناه يقعدولك في الميموار نتاعك تشوف معناها الجمهور كيفاش معناه متعطش ويبدا يستنى في الألقاب ويبدا يستنى في النتائج، يلزم الملاعب يحس بهم ويلزم يعطي أكثر ما عنده باش يرضيهم ويرضي معناه الناس كل ان شاء الله. نخليك في الاخر في فوزي مساج ولا كلمه في النادي الافريقي ولا حتى مساج لاحباء النادي الافريقي معاش؟ لاحباء النادي الافريقي ما يلزمهمش مساج، هما قاعدين يعطيوا في المساج للاعبين الاخرين، هما يعطيوا في المساج للمسؤولين يعطيوا في المساج للملاعبين القدم بالعطاء نتاعهم اللي معناها ما عندوش حدود. نتمنى اللي ان شاء الله في العام الجاي معناها في المستقبل القريب نعملوا فريق اللي يحقق ألقاب، نحب نشوف معناها الجماهير هذه اللي بلاش ألقاب وبلاش معناها نتائج كيفاش معناها تشجع وتاخذ معنا ديها، نحب نشوفها فما بالك تبدا الفريق في مستوى كبير كيفاش باش يكون. واضح،
شكرا لك، يعطيك الصحة فوزي لويسي على تدخلك معنا والكلام هذا اللي قلته في النادي الافريقي. فاصل ثم نواصل في استقبال اخر ضيف اللي تكتشفوه بعد شوية، اكيد واحد من احباء النادي الافريقي، اكيد الكلمة سمعتوا الناس كل المسؤولين من لاعبي يقدموا، كذلك الكلمة للجمهور ايضا اللي اثبت انه اهم عنصر في النادي الافريقي واحد من